ينضم إلينا الآن من برلين الصحفي محمد مسعد. سيد محمد، أهلا بك معنا. إذن فيضانات عارمة اجتاحت وتجتاح غربي أوروبا، منها ألمانيا وبلجيكا، ولكن ماذا كيف يبدو الوضع في ألمانيا وتحديدا المناطق المتضررة؟ ماذا عن عدد الوفيات وعداد المفقودين؟ طبعا الوضع هو كارثي، الوضع كارثي بكل المقاييس. هذه سوء أحوال الطقس التي ضربت عدد من دول غرب أوروبا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، ألمانيا، لكن الخسائر الأكبر هي في ألمانيا، خاصة في ولايتي نوردغاين فيستفالن، شمال فاليا وريلاند فالس، هذه الولايتين الغربيتين. عدد الضحايا لحد الآن يتجاوز 90، تحديدا 93 حسب آخر إحصائيات للسلطات حوالي 50 في ولاية شمال الراين وويستفاليا و43 في ولاية الرايلاند فالس. طبعا الخسائر على مستوى البنيات التحتية كثيرة، عدد المفقودين حوالي أقل أكثر من 1500 شخص، انهيار عدد من المباني والمنازل، انقطاع شبكات الكهرباء عن حوالي أكثر من 160 ألف شخص، توقف أو تعطل خدمات الاتصالات والهاتف. فطبعا هي الكارثة كما قلت اعتبرت أسوأ كارثة منذ الحرب العالمية الثانية، أسوأ كارثة طبيعية منذ الحرب العالمية الثانية التي تضرب ألمانيا. طبعا هذه المرة كان الدور على ولايتين في غرب ألمانيا، وكانت آخر في 2012 كانت ولايات في شرق البلاد. طبعا الخسائر لحد الساعة لم تتوضح حجم هذه الخسائر بشكل دقيق، لكنها الخسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى السياسي أيضا. وهناك أنباء الآن سيد محمد تشير إلى ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا لأكثر من 100 شخص. طيب، هل يطرح اليوم تساؤل سيد محمد، لماذا وصل الأمر إلى ما هو عليه اليوم تحديدا في ألمانيا؟ سبب هذه الفيضانات هو هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة، ولكن هطول أمطار بهذه الغزارة هل هي ظاهرة غير طبيعية في هذا الوقت من العام تحديدا في ألمانيا؟ هي طبعا سقوط الأمطار بغزارة هو أمر قد نقول أنه عادي في ألمانيا، خاصة في هذه الفترة من السنة، لكن التعامل معها كان يمكن أن يكون بشكل آخر. طبعا صيحات الإنذار في ألمانيا منذ سنوات، وعدد من الخبراء يحذرون من أننا أمام تغير مناخي تداعياته كثيرة، خاصة على مستوى العمران، على مستوى الصناعات. فبالتالي كانت الأصوات ترتفع من أجل ضرورة قطع خطوات مهمة لإحداث التغير المناخي والانتقال خاصة من الطاقة الأحفورية إلى الطاقات المتجددة. أعتقد أنه بعد قرنين من الرفاهية التي عاشتها عدد من الدول الغربية وألمانيا، من بينها الرفاهية للمجتمع الصناعي، أعتقد أننا الآن هناك حصد لهذه النتائج الكارثية ولهذا التوغل إن صح التعبير، هذا التوغل نحو الطاقات الأحفورية دون الاهتمام بصيحات الإنذار التي أطلقها عدد من الخبراء والناشطون، بكون أن المجتمع الصناعي لابد أن يحقق قفزة نحو التحول الطاقي لأجل تخفيف الأضرار. بالبارحة مثلا بعض الخبراء في ألمانيا أطلقوا صيحات الإنذار على أننا في ألمانيا لابد أن نتعايش مع هذا الوضع للـ80 سنة المقبلة. فبالتالي لابد من إعادة النظر في خطط العمران، لابد من إعادة النظر في تخطيط المدن، لابد إعادة النظر أيضا في اعتماد الطاقات البديلة وبأقصى سرعة ممكنة. شكرا لك الصحفي محمد مسعد، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.